فانت على الجانب الاضعف، انت لا، انت لا تملك السلاح ولا تملك القوه ولا تملك الضغط ولا تملك اي حاجه، لا تملك اي حاجه حاجه في الحقيقه يعني. عايز، فانت ما فيش عندك غير الانسانيه بس، هو ده كارتك الوحيد. فما ينفعش بقى وسط الضرب والبتاع ده تروح تستفز الناس وتضرب مدنيين بصرف النظر بقى عن المسمى القانوني ملناش فيه. طيب، فده من الغباء بمكان ان حد يروح يعمل حاجه زي كده يعني. فده كان جوابي يعني على على انا استفز على فكره المدنيين. مقتنع جدا، انا مقتنع جدا بالكلام اللي انت بتقوله، واتمنى ان الناس اللي بتسمعنا او هتسمعنا في اي وقت من الاوقات ياخدوا ده ان كونسيدريشن. انا متفق جدا مع كل كلمه انت قلتها. العرب واضح جدا ان هم ما لهمش اي ثلاثه لازمه، صفر 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 كبير، ومحدش حتى بيفكر يقول لهم اي حاجه من العرب نفسهم. يعني العرب فقدوا الامل في الحكومات العربيه، لان هم فعلا ما لهمش اي وزن بنكله. وزي ما انت قلت كده، الامل الوحيد هو الانسانيه، الانسانيه اللي موجوده في الغرب. وكل الكلام النهارده على ان يا جماعه في الافات ابرياء، وهم فعلا ابرياء بيموتوا، ودي عايزين نوقف، عايزين نوقف الموضوع ده. فهو فعلا انا اللي انت قلته ده انا متفق معاه 1000000%. انا في رايي مش بس ان انت تخاطبهم باللغه اللي هم يفهموها، انا في رايي ان انت المفروض وانت بتخاطبهم باللغه اللي هم يفهموها انت برضو من جواك لازم تبقى مقتنع بيها. يعني ما ينفعش انا اقعد ابيع لك حاجه وانا مش مقتنع بيها، لان انا في الاخر سلوكي وافعالي مش هتبقى متسقه مع الكلام اللي انا بقوله. فالمفروض في الـ في الـ في الـ في الـ في الايديال سيتويشن او الـ 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 الوضع المثالي، ان انت الكلام اللي بتقوله تبقى هو الكلام اللي انت مقتنع بيه، مش ان انت تقول كلام علشان تسوق حاجه وانت من جواك عندك حاجه تانية. فهو ودي نقطه مهمه. يعني انا لو هبيع لك عربيه وانا مش مقتنع بيها واقعد اكلمك على مميزاتها، يعني انا افاق. فالمفروض لو انت فعلا مقتنع ان هو ده الحل، وان الحل ان احنا الانسانيه، وان هو الاسباب هي الاسباب الانسانيه، انت من جواك المفروض يبقى اسبابك هي برضو انسانيه، مش ان انت انا بقول لك كده بس انا من جوايا عندي اجنده تانية. ما دي برضو في رايي حدان بطريقه او باخرى، ومش هتعرف تحبك التمثيليه، لان انت طول ما انت مقتنع بحاجه وبتقول حاجه غيرها هيحصل مواقف هتتمسك عليك وهتبقى في الطرف الضعيف، الطرف اللي خسران على اللونج ران. انت ممكن تضحك عليا النهارده بس افعالك هتخسرك على المدى البعيد. فالصح برايي ان انت لو مقتنع ان هو ده الطريقه الحقيقيه لحل المشكله، انت شخصيا تبقى مقتنع بيها، مش ان انت بس بتقولها لمجرد الماركتينج والتسويق. ما اعرفش انت رايك ايه في الحته دي ولا لا، رايك صح ايه؟ ما اعرفش. 100% طبعا، صح 100% 100%. وعشان كده واحده من ضمن النقاط بتاعه اختبار الكلمتين دول هو الخطاب بتاع محمد صلاح اللي ما عجبش الناس. لما جه قال لك يا جماعه ارواح الناس كلها مقدسه، سواء كان فلسطينيين او اسرائيليين، ولو احنا مش مقتنعين بكده عمرنا ما هنقدر نوصل الرساله دي لاي حد. لو انت مش مقتنع ان المدنيين ما لهمش فيه، وان المدنيين حتى وهم اسرائيليين لهم الحق في الحياه، انت لو مش مقتنع بكده فانت لن تستطيع ان تخاطب الغرب، لن تستطيع، وهتفشل في كل مره تكلم فيها الغرب، لان هو مش شايفك اصلا مقتنع بالادميه، انت شايف ان انت مقتنع بادميتك انت بس، انما اي حد تاني يولع بجد. فطول ما انت شايف كده الغرب لن يستمع اليك من اساسه،